تعبت شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله سبحانه وتعالى. اخواننا احنا كلنا مجتمعين لماذا؟ لله سبحانه وتعالى صح؟ احنا اخواننا مجتمعين ليه؟ لله صح؟ كلنا عايزين ايه غرضنا الاساسي والرئيسي؟ اخواتنا المسلمات يفك اسرهم صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لو سمحت بعد اذنكم يا اخوانا بعد اذنك يا شيخ بعد اذنك واقف مع دول. النبي صلى الله عليه وسلم كان سياسيا بارعا، كان قائدا بارعا، وكان فقيها بارعا. المفروض يا اخوانا يكون لنا فقه وفطنه وسياسه شويه. المفروض نبقى اهل سياسه، مش عايزين العالم يبص علينا ويقول لك بص الاخوه الملتحدين الملتزمين همجيين. عايزين اسلوبنا الناس تشوفنا تقول الاسلام هو ده الاسلام، هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي اخلاق المسلم اللي احنا عايزينها. لذلك انا بتكلم بالنيابه عن فئه كبيره من الشباب. فئه الشباب دول هم الشباب اللي ممكن يكون كتير منكم سمع عنهم، شباب اسمهم شباب الدعوه. من هم شباب الدعوه؟ كلنا شباب الدعوه. شباب الدعوه هم شباب عملوا موقع ومنتدى من شهر رمضان، هم موقع حكايه كاميليا والجروب بتاع كاميليا شحاته على الفيسبوك. الناس دول ناس منهم اتاخدوا في امن الدوله اكتر من مره واعتقلوا اكتر من مره، ايام ما كان اللي بيطلع في مظاهره بيروح بيتاخد من بيته بالليل. الاخوه دي كانت بتطلع في مظاهرات، اخوه اتاخدت وكلنا منهم، انا والاخ والاخوه اللي ورايا منهم. الاخوه دول اتاخدوا ما حدش كان عارف هم فين باليوم وبالاثنين وبالعشر ايام حصل فيهم ما الله به عليم. لذلك الناس دي بدأت الأمر وانتم بدأتوا الأمر وكلنا شاركنا في هذا الأمر. كل ده لماذا؟ ليعوج الله سبحانه وتعالى لقضيتنا اللي احنا مؤمنين بيها. ما ينفعش نضيع كل مجهودنا وكل تعبنا. الإخوة دول عملوا 17 وقفة، كنا بفضل الله سبحانه وتعالى الإخوة بتوع اسكندرية يسافروا من اسكندرية للقاهرة، وإخوة القاهرة يسافروا من القاهرة لاسكندرية علشان يعملوا الوقفات وعلشان يوصلوا صوتهم في الوقت اللي كان كلنا وانتم عارفين وانا عارف كنا كلنا بنخاف تقول اسم الرئيس بس كده في اي مظاهره، ما تقدرش تقوله. كان الاخوه دول بيطلعوا وبيقولوا وبيكلموا امن الدوله وكانوا بيحصل فيهم زي ما قلنا حاجات كتير جدا. لذلك يا اخواننا مش عايزين نضيع المجهود، مش عايزين نضيع التعب، مش عايزين راي فرد مثلا او حمايتنا واجتهادنا ده مش عايزين نضيعه هباء. لذلك يا اخواننا لازم يكون عندنا زي ما قلنا نوع من الحكمه والفطنه والسياسه. دلوقتي الاخوه تناقشوا وتشاوروا. هو اخواننا مجلس الشورى ده مثلا في الاسلام مش مجلس الشورى بتاع موافقه، مجلس الشورى في الاسلام لازمته ايه؟ ناس اهل الحل والعقد بس تتفق عليهم، ناس يعني رايهم معتبر، الناس بتثق فيهم، احنا وثقنا في عدد من الناس ورئيسهم الاخ فلان وفلان وفلان، الناس دول رايهم في النهايه كان كذا. تمام؟ ما هو مستحيل الاجماع الناس كلها تجمع، لازم هتلاقي اثنين ثلاثه مختلفين، يطلع بقى الاثنين ثلاثه يعملوا مظاهره ضد الاربعه التانيين، ينفع؟ والله ما ينفع. مش ده الاسلوب الحضاري ومش ده الاسلام، الاسلام تناقشنا وتشاورنا وارتضينا الناس دي علشان راي معين، رايهم ده هو اللي يتطبق. ما ينفعش بقى بعد كده نقول لا اصل كان في ثلاثه معترضين وكان ثلاثه موافقين. لذلك يا اخوانا لذلك شباب الدعوه اللي اتكهربوا واتبهدلوا وناس منهم يعني عذبوا عذابا شديدا بسبب هذه القضيه، تصوروا مع الاخوه اللي قاعدين هنا النهارده اللي شاركوا قبل كده واللي اول مره شاركوا النهارده، تناقشوا وتشاوروا ووصلنا النقطه. وصلنا ان باذن الله مبدئيا الجمعه القادمه يعني بعد بكره ساعات، هذه الجمعه باذن الله لو لم تحل ويخرج، مش هنقول بقى الجمعه لا، في هذه الايام. ليه؟ مهله، بدي الناس مهله، مهله لحاجه واحده مش مهله.